وكانت قوات أمريكية ومالية خاصة بدأت بدعم لوجستي واستخباراتي فرنسي عملية أمنية لتحرير 170 رهينة احتجزهم مسلحون في فندق راديسون بلو في العاصمة باماكو، وفقا لما أعلنه مصدر دبلوماسي فرنسي. ومع بدء العملية قتل 3 من الرهائن على الأقل بحسب ما أعلنته وزارة الأمن المالية، فيما تم تحرير جميع الرهائن المحتجزين. وأعلنت القوات المالية أنها عثرت على 18 جثة في الفندق. وكان مسلحون متشددون هاجموا اليوم فندق راديسون بلو في باماكو واحتجزوا عشرات الرهائن، من بينهم عدد من الفرنسيين. وقد أعلن الجيش الأمريكي أنه تم إنقاذ 6 أمريكيين من بين الرهائن. من جهتها، وكالة الأنباء الصينية شينخوا أعلنت وجود عدد من الصينيين بين المحتجزين، في وقت كشفت فيه شركة الطيران التركية أن 6 من موظفيها محتجزون في الفندق. هذا وأعلنت جماعة موالية لتنظيم القاعدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي مسؤوليتها عن أزمة الرهائن في مالي.